بينما يستعر الصراع السياسي ويبلغ ذروته، فإن ملف حقوق الإنسان في العراق يهوي إلى قاع الإهمال ويزداد ظلماً في السجون التي تصدر عنها المنظمات الحقوقية تقارير تكشف تفاصيل بشعة عن واقعها. أبرز ما في تلك التقارير حالات الوفاة التي تحدث لأسباب عديدة. آخر التقارير التي أصدرها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وثق وفاة 49 معتقلاً خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من كانون الثاني وآب الجاري، بينهم 39 معتقلاً في سجن الناصرية المركزي و8 في سجن التاجي، كما وثق حالة انتحار بسبب التعذيب في أحد مراكز شرطة إجرام الموصل، ووفاة آخر في مركز مكافحة الإجرام بالعاصمة بغداد. المعتقلون المتوفون توزعوا بواقع 17 معتقلاً من أهالي بغداد، و7 من محافظة نينوى، و6 من الأنبار، و3 من البصرة، و1 من كل من محافظات كركوك وذي قار وديالى وميسان وبابل. فيما أشار التقرير إلى وجود وفيات أخرى في السجون التابعة لوزارة العدل والداخلية والدفاع في الحكومة الحالية، فضلاً عن السجون السرية. أما عن أسباب وفاة النزلاء في السجون، فالبيانات الرسمية تشير دائماً إلى أسباب صحية، وغالباً ما يكون الفشل الكلوي أو الكلوي، غير أن البيانات الرسمية لم توضح السبب الذي حول الوفاة في السجون بسبب الفشل الكلوي إلى ظاهرة تتفاقم. تؤكد المنظمات الحقوقية أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع وبشكل مستمر ضد الإنسان العراقي تتم في أوقات السلم والنزاع المسلح، ومن بينها جرائم القتل خارج القانون والتعذيب الجسدي والمعنوي.